نروح لأول فقرات برنامج الأشبال وأخبار الناشئين في الصحف والمواقع، وهنبتديها مع خبر حلو. يعني من ساعتين فوز شباب الأهلي على سموحة بثنائية في دوري الجمهورية، كانت المباراة أقيمت في اسكندرية في ملعب سموحة. ما شاء الله شباب النادي الأهلي بيقدم نتائج وكمان مستوى رائع. فاز النادي الأهلي 2-1 على سموحة، أحرز أهداف اللقاء محمد شكري وأحمد السيد. كان النادي الأهلي ابتدى بتشكيل مكون من مصطفى شوبير، مصطفى إلياس، وفارس طارق، وعادل زينهم، وإبراهيم السيد، وأحمد السيد، ومحمد شكري. محمد شكري ما شاء الله السنة دي متألق في فريق شباب النادي الأهلي، وفهد جمعة، ومحمد فخري، وليد مصطفى، ومصطفى فوز. إن شاء الله اللقاء القادم هيكون شباب الأهلي أمام شباب الزمالك، القمة المرتقبة في الأسبوع 19 من دوري الجمهورية للشباب، وهيكون المباراة إن شاء الله في ملاعب الناشئين بمدينة نصر. وزي ما قلت لحضراتكم إن شاء الله هننفرد بإذاعة المباراة هنا على شاشة قناة النادي الأهلي، وهيكون عندنا استوديو تحليلي، وطبعا نخبة من المحللين المميزين اللي هيكونوا موجودين معانا.